السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة دروس مجانية. النهاردة بإذن الله هنشرح الحلقة الثالثة في درس الحسابات الختامية أو درس الجري. تعالوا نسمو بسم الله الرحمن الرحيم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، تابع الحسابات الختامية أو الجلد. شرحنا يا جماعة في الحلقة اللي فاتت اللي هي الحلقة الثانية في قوانين درس الجلد أو تمهيد الحل الخاص بالجلد، شرحنا الأصول الثابتة كلها وعرفنا الأصول الثابتة تنقسم لطريقة القسط الثابت وطريقة القسط المتناقص، شرحناهم بالتفصيل وقلنا الملاحظات، وشرحنا برضو الأصول المتداولة، شرحنا فيها بضاعة آخر المدة، وشرحنا أوراق القبض، وشرحنا يعني شرحنا الاوراق بضاعه اخر المده اوراق الاوراق القبض بس. الحلقه دي باذن الله هشرح لكم الاوراق الماليه وهشرح لكم المدينون وهشرح لكم البنك باذن الله تعالى. فيا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس ولايك للفيديو وكومنت برايه وشير الفيديو لكل اصحابه، اذا كان في الواتس جروبات الواتس او جروبات المعهد الجروبات الفيس الخاصه بالمعهد الفني التجاري. تعالى سمينا بسم الله الرحمن الرحيم، كتبنا الحسابات الختامية وهنكتب برضو نفس الكلام ثانيا الأصول المتداولة. هنبدأ بمين يا جماعة؟ هنبدأ رقم 3 لأنه احنا خدنا حاجتين، واحد بضاعة آخر المدة، اثنين أوراق القبض. رقم 3 هيبقى الأوراق المالية، الأوراق المالية. الأوراق المالية يا جماعة سهلة جدا وبسيطة، يا ريت تتمنوا الملاحظات دول قبل ما اكتب خطوات الحل، ولا اكتب خطوات الحل وبعد كده تتمنوا الملاحظات، أي حاجة أيا كانت عادي، اتمنوا الملاحظات الأول. طيب الملاحظات، رقم 1 القيمة الإسمية إذا تساوت مع القيمة السوقية فلا توجد مشكلة، يعني ما يتسجلوش يا جماعة. ماشي؟ يبقى القيمة الإسمية إذا تساوت مع القيمة السوقية فلا توجد مشكلة أو لا تسجل، دي رقم 1. رقم 2 إذا كانت القيمة الإسمية أقل من القيمة السوقية فلا تؤخذ الزيادة ولا تسجل ونضع القيمة الإسمية لهذه الأوراق في الميزانية كما هي. يبقى ركزوا معايا برضو. إذا كانت رقم 2 إذا كانت القيمة الإسمية أقل يعني صغيرة يا جماعة أصغر من القيمة السوقية فلا تؤخذ الزيادة ولا تسجل يعني ما ناخدوش الزيادة ولا ما تتسجلش ونضع القيمة الإسمية لهذه الأوراق في الميزانية كما هي، يعني ننزل القيمة الإسمية على طول مش هيتخصم منها حاجة. ماشي؟ رقم 3 إذا كانت القيمة الإسمية أكبر من القيمة السوقية فيتم عمل مخصص هبوط أسعار أوراق مالية. فيبقى إذا كانت القيمة الإسمية يا جماعة أكبر من القيمة السوقية فيتم عملية مخصص هبوط أسعار أوراق مالية. طب تعالى نشوفوا القوانين الخاصة بمخصص هبوط أسعار أوراق مالية لينا قانونيا بس يا جماعة، القانونيا سهلين جدا نفس أوراق القبض بالظبط. أول قانون 1 وهو مخصص، ميم معناه مخصص، ه معناه هبوط، ألف معناه أسعار، ألف تاني معناه أوراق مالية أو ميم بس. يعني لو كتبت ميم بس ماشي مالية بس، لازم تعمل اختصارات دول. ليه؟ لأن أنت لو كتبت مخصص هبوط أسعار أوراق مالية ما شاء الله هتاخد الصفحة كلها أو هتاخد عرض الصفحة أو هتاخد سطر كامل، ده غير باقي القانون كمان ده دول بس. فالمؤلف المادة عمل لك الاختصارات علشان يوفر عليك المساحة. ميم معناها مخصص، ه معناها هبوط، ألف معناها أسعار، ألف تاني معناها أوراق، ميم معناها مالية. بيساوي احنا قلنا إذا كانت القيمة الإسمية أكبر من القيمة السوقية، يعني معناها بالبلد كده القيمة الإسمية ناقص القيمة السوقية
والناتج بيطلع. الناتج بيروح مين؟ زي اوراق القبض لو انت لسه فاكرين، بيروح ميزانية يطرح من مين؟ من الاوراق المالية. الله ينور عليكم، من الاوراق المالية. برافو عليكم. يبقى معانا اول حاجه مخصص وبوض اسعار اوراق ماليه بيساوي القيمه الاسميه ليها، لانه في الملاحظه الثالثه بيقول لك اذا كانت القيمه الاسميه اكبر، طالما الكبير يبقى الكبير هو اللي نبدا بيه، اكبر من القيمه السوقيه فيتم عمل مخصص وبوض اسعار اوراق ماليه. ده بالنسبه للقانون الاول. والناتج بيروح ميزانيه يطرح من الاوراق الماليه في الاصول. مين؟ في الاصول المتداوله. طب القانون الثاني، القانون الثاني يا جماعه اللي هو الفرق. قلنا الفرق لما نيجي نكتبه في تمهيد الحل، بس لما نيجي نكتبه في الجدول هنقول مخصص هبوط اسعار اوراق ماليه. يعني لما اجي اسجله في الجدول هكتب مخصص هبوط اسعار اوراق ماليه، بس لما اجي اكتبه في تمهيد الحل هكتب الفرق بس. ماشي؟ يعني لو لما اجي اكتبه في الجدول او في الحساب، لما اجي اسجله في الحساب هسجل مخصص هبوط اسعار اوراق ماليه، بس لما اجي اكتبه في تمهيد الحال هكتب الفرق. ماشي يا جماعه؟ بيساوي مخصص هبوط اسعار اوراق ماليه القديم. نفس الكلام بتاع اوراق القبض بالظبط يا جماعه، مفيش حاجه زياده، ناقص الجديد. نفس القانون بالظبط، بس دي لي ارقام ودي ارقام مخصصه به. الناتج، نفس الكلام، بيروح حساب ارباح وخسائر، وبعد كده ليه احتماليه، اما المدين او دائن، لو كان ليه اشارتين، قلنا لو كانت صفر مش هيتسجل، لو كان برقم موجب هيبقى دائن. يعني لو رقم موجب، يا جماعه هيبقى دائن، لو رقم سالب هيبقى مدين. يعني المدين رقم سالب والدائن رقم موجب. يعني لو الناتج طلع موجب هتسجله في حساب ارباح وخسائر، هسجله في الدائن لو كان موجب، لو كان سالب هتسجله في المدين. ده بالنسبه للفرق. بالنسبه للمخصص هبوط اسعار اوراق ماليه القديم ده، زي ما قلنا في اوراق القبض هتلاقيه في الارصده، لو ما لقيتوش في الارصده انا هعتبره بصفر. طب بالنسبه للجديد، اللي هو الناتج اللي فوق ده، الجديد اللي انت لسه جايبه ده. ماشي؟ دول الملاحظات، طبعا نفسهم هم الملاحظات. اذا كان الفرق بيساوي صفر فلا يسجل في حساب ارباح وخسائر، اذا كان الفرق بيساوي رقم موجب فيسجل في حساب ارباح وخسائر دائم، اذا كان الفرق بيساوي رقم سالب فيسجل في حساب ارباح وخسائر في الجانب المدين. ماشي؟ ده بالنسبه لاوراق القبض. الموضوع سهل وبسيط جدا ومفيش اي صعوبه خالص. بالنسبه هنشرح رقم 4 وهو المدينون. المدينون يا جماعه ليه 4 قوانين، فلكم؟ لخمس قوانين، هنستخدم منهم 4 بس، فمش هتكفي الحته الصغيره دي، فانا لازم امسح السبوره علشان اكتب ايه المدينون. مسحت لكم السبوره، هنيجي نكتب 4 فوق كده، 4 المدينون. المدينون يا جماعة لي كم قانون؟ لي 5 قوانين بس، هستخدم 4 بس. لي 5 قوانين هستخدم 4 بس. أول قانون معانا هو إجمالي الديون المعدومة. طب إجمالي الديون المعدومة هجيبهم منين؟ هو من اسمه إجمالي الديون المعدومة، يعني أنا بجمع الديون المعدومة كلها. معانا أول حاجة الديون المعدومة، ودي طبعا هي دول هتلاقيهم في الأرصدة، ماشي، زائد، لأن هو قال لي إجمالي، طالما قال لي إجمالي يبقى أنا بجمع، زائد أعدم دين،
أعدم دين، ديون معدومة برضو، أعدم دين يا جماعة، ديون معدومة برضو، أعدم دين. الأعدم دين ده هلاقيه فين، أو الديون المعدومة دي هلاقيها فين؟ هلاقيها في الجلد، في الجلد أو عند الجلد أو في التمرين تحت. يعني الديون المعدومة دي هلاقيها في الأرصدة، أما الأعدم دين أو الديون المعدومة التانية دي هلاقيها في الجلد أو في التمرين نفسه اللي تحت في الأسئلة نفسه. بيساوي الناتج، هيطلع الناتج هيطلع هيروح فين؟ هيروح حساب أرباح وخسائر مدين، وطبعا ثابت إن هو مدين مش بيتغير، يعني إجمالي الديون المعدومة ده بيتسجل في المدين على طول. لو انتوا فاكرين او انتوا كاتبين البيانات الخاصه بالجداول في الحلقه الاولى بالنسبه للحسابات الختاميه، هتلاقي الديون المعدومه مكتوبه في المدين في حساب اربع خسائر. تمام، ده بالنسبه لاول قانون. تاني قانون معانا صافي المدينون. صافي المدينون، صافي المدينون بيساوي المدينون. طبعا المدينون دول في الأرصدة، في الأرصدة يعني موجودين في الأرصدة يا جماعة، المبلغ بتاع المدينون موجود في الأرصدة، ناقص أعدم دين. أعدم دين أنا كنت قادر أكتب لكم الديون المعدومة التانية دي يا جماعة، بس كتبتها لكم باسمها في السؤال أو الصيغة بتاعتها اللي بتبقى في السؤال عشان أنتوا تبقوا عارفينها فين بالظبط، ما تدوروش عليها يعني. ماشي، أعدم دين هي اللي فوق يا جماعة، ماشي، هي اللي فوق. بيساوي الناتج اللي هيطلع هيروح فين يا جماعة؟ صافي المدينون دي هتروح هي الأصول المتداولة، لو انتوا فاكرين ميزانية أصول متداولة، صافي المدينون. تمام، ده بالنسبة لصافي المدينون. رقم ثلاثة يا جماعة، مخصص الديون المشكوك فيها. مخصص الديون المشكوك فيها ليها قانونية، اللي هي قانونية أول قانون اللي هو مخصص ديون مشكوك فيها بيساوي إيه؟ بيساوي صافي المدينون في المعدل بيساوي الناتج. الناتج يا جماعة يروح فين؟ صافي المدينون طبعا من الناتج اللي طلع ده، والمعدل ده هتلاقيه في التمرين او هتلاقيه عند الجلد. الناتج يا جماعة بيروح فين؟ بيروح ميزانية يطرح من صافي المدينون. بيطرح من مين؟ من صافي المدينون. القانون الثاني بالنسبة لمخصص الديون المشكوك فيها، يعني إما هتستخدم ده يا جماعة أو ده، هتستخدم واحد بس، هتستخدم إيه؟ واحد بس. القانون الثاني مخصص الديون المشكوك فيها بيساوي نفس الكلام صافي المدينون، بس بدل ما فيه ناقص الديون الجيدة، ناقص إيه؟ ناقص الديون الجيدة. بيساوي الناتج اللي هيطلع يروح فين؟ نفس الكلام ميزانية يطرح من صافي المدينون. تعال يا جماعة نستخدم ازاي القانون ده او القانون ده. صافي المدينون طبعا ثابت اللي هو الناتج اللي هو فوق ده، اما بالنسبة امتى هستخدم المعدل وامتى هستخدم الديون الجيدة؟ المعدل يا جماعة هتلاقيه في التمرين تحت في الجلد، او هتلاقي الديون الجيده برضو في الجلد. يعني لو لقيت المعدل يبقى انا هستخدم تبع المعدل، لو لقيت الديون الجيده يبقى انا هستخدم الديون الجيده. ده بالنسبه اللي هتختار القانون انه فيهم بالنسبه للقانون الثالث. تمام، القانون الرابع هو الفرق يا جماعه لو في التمهيد، اما لما اجي اسجل في الحساب هقول مخصص ديون مشكوك فيها، لما اجي اسجلها في الحساب، اما في تمهيد الحل اكتب الفرق عادي. ماشي بيساوي زي اوراق القبض واوراق الماليه بالظبط، مخصص ديون مشكوك فيها
قديم ناقص الجديد بيساوي ان هجيرة هيطلع هيروح فين؟ هيروح حساب ارباح وخسائر، حساب ارباح وخسائر. بس الحساب الارباح وخسائر ليه جانبين، اما مدين او دائن. قلنا مدين لو كان الناتج سالب، لو كان الناتجية سالب، ودائن لو الناتج موجب، يبقوا عكس بعض. لو الناتج موجب هيبقى في الدائن، لو الناتج سالب هيبقى في المدين. نفس كلام يا جماعة الفرق الخاص بالأوراق المالية، ونفس الكلام الخاص بأوراق القبض. يعني الفرق ده في كل الحالات فيهم، في أوراق القبض أو أوراق المالية أو المدينون زي بعض بالظبط. لو كان الناتج سالب هيبقى في الجانب المدين، حساب أرباح وخسائر مدين. لو كان الناتج موجب يبقى حساب أرباح وخسائر دائن. أما مخصص الديون المشكوك فيها ده يا جماعة هتلاقيه في الأرصدة. طب لو ما لقيتوش في الأرصدة هتعتبره بصفر. يعني لو لقيته في الأرصدة ماشي، ما لقيتهوش أنا هعتبره بصفر على طول. ماشي، ده كان بالنسبة للمدينون. تعال امسح السبورة. بعد ما مسحنا السبوره معانا رقم 5. رقم 5 يا جماعه المفروض الخزينه، بس الخزينه ليها خطوات حل كتير ولها ملاحظات، فانا هنحل في الحلقه دي البنك، وان شاء الله الحلقه الجايه هشرح لكم الخزينه وهشرح لكم الارصده المدينه والارصده الدائن، لانها حلقه كامله، لانهم لو خلطتم مع بعض وشرحتم مع بعض في الحلقه دي هتبقى حلقه طويله جدا وفيها ملل، فانا قسمت لكم حلقات عشان تعرف تذاكر. يبقى معانا رقم 5 بدل الخزينه هيبقى البنك. البنك يا جماعة سهل جدا وبسيط. البنك تبع مين؟ تبع الأصول المتداولة. لو ركزوا معايا، البنك تبع مين؟ تبع الأصول المتداولة. طبعا البنك سهل جدا وبسيط، ليه 3 خطوات بس. أول خطوة أو أول قانون وهو رصيد البنك. رصيد البنك طبعا رصيد البنك ده الجديد، مش هاخد المبلغ أنا في الأرصدة وأكتبه في الأصول المتداولة، لا، أنا هاخد الرصيد هو اللي هكتبه في الأصول المتداولة. بيساوي قيمة البنك، قيمة البنك، قيمة البنك دي يا جماعة هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في الأرصدة، هكتبها لك اهو في الأرصدة. تمام. طب وبعد كده، بعد كده زائد الفوائد. طب الفوائد دي هجيبها منين؟ لأن أنا عندي نوعين في الفوائد على كده، عندي فوائد في الأرصدة وعندي فوائد في التمرين تحت. لا، بيقول لك الفوائد دي اللي هي عند الجرد، اللي هي في التمرين الجرد. ده لو جاب لك اصلا سؤال على البنك، اما لو ما جابلكش مش هتحتاج انك انت تعمل القوانين دي. ماشي، قلنا زائد الفوائد عند الجرد ناقص المصاريف، لانه احنا زودنا المكاسب عشان ده ربح بالنسبه له، وهننقص المصاريف زي مصروف ايجار، مصروف مقدم، ايا كانت ايه المصاريف، مصروف اعلان. المصاريف دي هجيبها منين؟ برضو عندي نوعين من المصاريف، عندي في الارصده فوق عندي مصاريف، وعندي برضو مصاريف عند الجرد تحت. هقول لك المصاريف دي اللي هي عند الجرد، عند الجرد بيساوي الناتج. الناتج هيروح فين يا جماعه؟ هيروح ميزانيه أصول متداولة. ده بالنسبة إيه؟ بالنسبة لرصيد البنك. اتنين اللي هي الفوائد الدائنة يا جماعة، الفوائد إيه؟ الفوائد الدائنة، الفوائد الدائنة. الفوائد الدائنة بتساوي فوائد البنك، برضو فوائد البنك اللي هي اللي عند الجرد ولا عند من الأرصدة، فوائد البنك اللي هو عند الجرد، عند الجرد زائد فوائد البنك من الأرصدة بيساوي الناتج.
الناتج اللي هيطلع لما هيروح فين؟ حساب أرباح وخسائر من اسم هي فوائد ايه؟ فوائد دائنة، يبقى أرباح وخسائر دائن في الجانب الدائن. ماشي؟ يبقى هتجيب الفوائد البنك اللي في الجرد اللي هو في التمرين تحت، وهتجيب فوائد البنك اللي من الأرصدة، هتجمعهم مع بعض. رقم ثلاثة وأخيرا طبعا مصاريف البنك، مصاريف البنك. مصاريف البنك بتساوي مصاريف البنك ضمن الأرصدة، من الأرصدة زائد نفس الفوائد بالظبط يا جماعة، زائد مصاريف البنك بس عند الجلد، عند الجلد بيساوي الناتج يطلع هيروح فين يا جماعة؟ نفس الكلام هيروح حساب أرباح وخسائر. بس احنا لما شرحنا في الحلقة الأولى في درس الحسابات الختامية كنا نقول في حساب أرباح وخسائر هي جميع المصاريف في الحساب أرباح وخسائر ماديين، يبقى دي مصاريف. طالما مصاريف أيا كانت، إيه هي المصاريف أصلا؟ هتبقى حساب أرباح وخسائر مدين. ودي كانت حلقة النهاردة، شرحت لكم ثلاث حلقات لحد دلوقتي في حساب الحسابات الختامية أو الجرد، في درس الجرد عامة. شرحت لكم أول حلقة ثلاث حسابات، وشرحت لكم ثاني حلقة الأصول الثابتة، قوانين الأصول الثابتة والخاصة اللي هي القسط الثابت والقسط المتناقص، وشرحت لكم الأصول المتداولة، شرحنا بضاعة آخر المدة، وشرحنا الأوراق القابضة، وشرحنا الأوراق المالية، وشرحنا المدينون، وشرحنا البنك. فاضل معانا إيه؟ فضل معانا الخزينة والأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة. بإذن الله الحلقة الجاية أخلصها لكم، والحلقة اللي بعديها أدي لكم تمرين على الأربع حلقات بإذن الله تعالى. طبعا اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ولايك للفيديو وكومنت برأيك وشير الفيديو في جروبات المعهد إذا كانت جروبات المعهد على الواتس أو على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله.